البعض يصفها بجهنم والبعض الآخر يفضل جهنم. هنديك بدوزخ ناوي دبنو هنديك ديكش دالين چون دوزخ آسان تره لتواو كني ماماليك لفرماق حكمي كان لهنديك شوين ناچار دبيد چن كاجميري كي زورو تنانت چن روجك چاورب كيد بوتواو كني ماماليك كرنگ لكاتي آسايدا تنیا پیوسی بدخلک زیاتر نبید لؤی یکی که لو هولاتانی که باسی نهامتی خوی دکات معاناته عند المراجعه لأحد تلك الدوائر. اغلب المعاملات بالدوائر هي معقده الى درجه كبيره. زورینی مامالکان لبری برادیکان زور آلوزنو لگرماو لسرماده کاجمیری کی زور چاوروانی دوید دکرید مامالکت بو چن روژه گیان تنانت چن هفته یکیش دواب کوید یعنیش بناچاری دوید برتیل بدید بو اوی کارکت تواب کن مثلا يساعدك يمشيلك اياها وكذا. اما عن تطبيق الحوكمه الالكترونيه بشكل كامل تشاوديران دوخي استاي زورك لداموندزغا كانو دستكان وكفاكتري شي هاندري غندلي ناودا بنودالين جيبجكني سيستمي الكتروني لدوخي استا سرناغريت. المواطن العراقي من يروح ينجز معاملته اليوم يروح هاولاتي عراقي دتشدبو تاوكرني ماماليك بهزي خوي درواتو بزليلي ودكرتاوا اگر حکومت امروز دیب در برانگار بنوی گندالی، دبی تنگاو بنی تو روتینی تاوکردنی معامله حوالاتیان به گشتی حل بوشنی توا. چون که بوتا درگاه با برتیلدان و زلیل کردنی حوالاتیان. وفي مثال بسيط على معاناة المواطن اليومية مع دوائر الدولة لنموني چي سادي آزاري روجاني عراقي كان لما وكان رابردو دا وزارة بازرگاني برياري دا كارتي بشخورا چي بگوردرد بو الكترونيو آسان كاري تاواتي تدا بكريد بلام سر رايتي پربوني زيادة لساليك بسر ام برياري دا تنها لپارزگاي كربلا او برياري جيبجي كراوا لا يعمل إلا في محافظة كربلا من بغداد سيف علي كردستان بستوچوار.